وزي كفن تبع الموجة. قبل الفنانة الموريتانية معلومة من تلميذاح، مرحبا بيك على موزايك، مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا، كيف الحال؟ ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله، نحن سعداء باللقاء معكم، واحنا زادة فرحانين انك تكون معنا. سيدة معلومة، تفهم شوية الدارجة التونسية؟ نفهمها ايه؟ تفهمها يعني نحاول انه نعمل مزج ما بين الدارجة والعربية. نعم، الثانية يعني. طبعا اليوم العالم يعيش جائحة تقريبا خطيرة اليوم، كيفاش تعيش اياماتك العادية يعني تقريبا اليوميات؟ معلومة من تلميذاح، كيفاش تكون؟ والله احنا لا مثل العالم يعني، يعني الناس كلها حذرة وكلها في حالة استنذار من هذا الداء الخطير، ولكن يعني كل حد، الناس مكممة كاملة، كلها حاطين هذه الكمامات، وعندنا يعني عند التعقيم، آلات التعقيم اللي تحطوا على اليدين، ودائما مثلا زيارات مقلين فيها كثير، ولكن يعني في نوع من أصبحت الناس يعني قل عن هذاك، قل عندها الحذر من التجمعات الكبار. مثلا عندما تكون هناك تعزية وفقيد، الناس تمشي كلها وتحصر عند هذه المناسبات بصفة خاصة، ولكن دائما بكمامات وعلى المسافة المطلوبة. والله يستر الناس كاملة، يعني الحال العالم كله واحد اليوم أمام هذه الجائحة. اليوم كيف جات المساعدات من موريتانيا الشقيقة؟ توانسة الكل نشروا غنايتك حبيبي حبيته، وكأنه الغناية هذه هي النشيد الرسمي متاع موريتانيا. الله يخليك، نحن يعني لنا الشرف تونس، يعني أنا أقول لتونس سبحان الله العظيم، تونس هي أول دولة اعترفت بموريتانيا، ويعني فهذا أنا ملي كفنانة موريتانية كنت أول انتشار لي على مستوى العالم من خلال تونس ومن خلال مهرجان قرطاج، وهذه الأغنية يعني أول شيء مثلا انطلقت منه هو تونس، وكأن تونس حظ موريتاني أنها دائما تكون انطلاقتهم لها روابط كبيرة بتونس، يعني هذا يعني يجب التأمل فيه. وأنا أظن أنه أيضا أنا لما زرت تونس مرات شفت في قفصة وفي بلي وفي تونس شعوب هناك تشبه الموريتانيين، ونفس العائلات ونفس الأسر ونفس الأسماء، يعني سبحان الله. آخر مرة جيت لتونس كانت عام 2001، غيبة طويلة يعني، شنو المانع من أنك ترجع؟ مش 2001، أنا آخر مرة جيت لتونس كانت 2005 أظن. 2005؟ إيه صح. وتقعد دائما مدة طويلة أيضا؟ لا، هو هذا يعني تونس اللي ما بقوا ما ولا ما تودعوني. عاد يدعوا في المناسب البلد أخرى يقنوا لهم حبيبي حبيته، وأنا ما بقوا شي يدعوني، هذا هو الحكاية. اليوم نقرأ في مقال على موقع الجزيرة دوت نت، ثم الجملة تقول: تمردت على كل ما هو مطبوع بالروتين. تقبل هذا التوصيف؟ يعني هذا التوصيف فأنتم الصحابة يعني تحبون العناوين المثيرة، ولذا نحن يعني إذا كان الأمر بيدينا نحب الأشياء تكون بها أوصاف غير هذه، ولكن هذه أوصافكم أنتم الصحابة اللي تحطوها، ونحن يعني صابرين لله تبارك وتعالى ومحتسبين فقط، شو نعمل؟ يعني لو كان أنا معنا نجم نبدل عنوان المقال، لو نخليك أنت تختار عنوان المقال شو نجم يقول؟ ممكن تقول تمردت على بعض التقاليد الغير، والله بعض التقاليد التي تعتبر مثلا ليست متماشية مع الزمن، والله العصر، والله شيء صحيح هكذا يكون، هذا فيه بعض التقاليد التي لم تعد مناسبة، والله العقليات
اللي لم تكن مناسبة للدولة المعاصرة، وهذه تمردت عليها طبعا وأنا ما زلت متمردة عليها حتى الآن. سيدة معلومة اليوم، هل لو كان يقدمك الصحفيين أو حتى الإعلاميين في العالم العربي الكل، تقبل أنه تكون سياسية وفنانة أو فنانة أو سياسية؟ يعني فهذه كلها صفة ممكن أحملها. أنا يعني كنت موسيقية أصلا، فنانة موسيقية، وكتبت الأغاني ولحنت ما زلت في سن مبكر، ولكن يعني كنت إضافة إلى هذا، يعني تربيت أيضا لي يعني أشياء وملاحظات وأشياء لا أريدها ولا أحبها، وكنت أشوف بالمجتمع وايد مبكر، وأشوف ربما تقول هناك شيء من الفرق بما بين الشرائح المجتمع، وهذا كله جعلني يعني يكون يعني مبكر جيت على السياسة أيضا. وكنت مثلا بغير قصد خطابي يعني ينبه على بعض من هذه الأشياء التي أرى أنها لا تليق، من عدم التساوي ما بين الشعب وعدم التساوي في الثروات وكثير من الأشياء والنقد. يعني فإذا بي أنا على الركح السياسي أو زاد الحلبة السياسية أو سميها أو المنصة، هناك يعني أنا وجدت نفسي يعني مع الشعب وإلى جانب الشعب، وتكلم وأنبه على حقوق الشعب وعلى الواجبات وعلى واجباتنا وعلى حقوقنا. يعني هذا يعني اعتبرت أنه رسالة لازم تكون هي رسالة الأقوى في حياتي، ولذا أنا يعني جيت للمنابر السياسية. يعني اليوم عندك مواقف سياسية واضحة. سيدة معلومة، لا تؤمن بالديمقراطية في العالم الثالث؟ أنا يعني أرى أن الديمقراطية هي شيء نبيل جدا، وهي مثل المؤسسات ضروري أنها تكون مبنية على فصل السلطات وعلى ياسر من الأشياء النبيلة، ولكن أنا أرى أن الشعب اللي يعني تطبق عليه الديمقراطية يجب أن يكون أولا هو غني، شعب يكون غني بدون غني مثلا من الناحية المادية، في غنى أن يكون يعني يستشاء أو تشترى مواقفه أو يكون معني يعملها لأنه نظرا لذقره ولا لاحتياجه، فهو يريد أن يلقى كذا ويبيع ضميره. هذا ثاني. كان من الأحسن أن يكون شعب غني. ثانيا من الناحية الفكرية، واللي كان يجب أن يكون شعب متعلم أيضا حتى يكون يعني فهو يكون شعب محصن من الناحية الفكرية ومن الناحية العلمية ومن الناحية أيضا المادية. فهذا الشعب إذا يعني حكمت الديمقراطية يكون شعب يعني غريب به مثلنا، تطور به اللي يكون شعب مثلا حقوقه مضمونة ويكون يعني فيه عدالة صحيحة وإطار السلطات الحقيقي، ويكون برلمان وبرلمان فاعل، ويكون برلمان حر بمعنى الحرية، لا يكون عليه أي ضغط من التنفيذية ولا من أي جهة أخرى. فهذه شعوب بالنسبة لي فهي محصنة وتجيب عليها الديمقراطية، ولكن شعوبنا نحن شعوب يعني فقيرة وشعوب متخلفة وشعوب يعني فيها نقص كثير علمي وفكري ومادي. فهذه الشعوب أنا أظن أنها لا تخدمها الديمقراطية بل تضرها أكثر. يعني تخدمها الدكتاتورية أكثر؟ طبعا هي حكم المفصلة على الدكتاتورية لأنها يعني هو أنا كصحافي شنو العنوان اللي نجم نحطه على الجملة هذه؟ شوف أنت صحافي أحضر شوية. شوف أنا مش قايلة حقيقة أنه يا دكتاتورية، ولكن أقول إنها لازم تلقى لها حل، يعني مرحلة تكون ما بين الديمقراطية والديكتاتورية، يعني مرحلة انتقالية، يعني مرحلة انتقالية حتى تكون هي تكون نلقاو لها صيغة. يعني بالرغم اليوم إنك من 2017 انقطعت عن ممارسة السياسة، اليوم 2021 مازلت تتبع السياسة وعندك نفس المواقف، أو إنك سخرت وقتك للفن أكثر المرة هذه؟
شو أنا يعني أنا لم أنقطع عن السياسة، ولكنني لم أكون في حزب سياسي. أنا الآن سياسية حرة، يعني سمعت مستقلة، فهمت؟ لا أنتمي لأي تيار ولا لأي حزب سياسي. أنا أحب أمارس وأتابع سياسة بلدي وطني، ومهتمة بالشؤون السياسية للوطن، ويهمني أن الوطن يزهر ويتعدى هذه المشاكل وهذه الأزمات وهذه الكوارث الماضية. يعني فأنا يعني أتابع بجدية ما يحدث سياسيا في البلد. نحب نرجع على الجانب الموسيقي بالنسبة ليك فنانة معلومة. اليوم نحكي على ألبوم عام 98 صحراء وعدن، 2004 دنيا، 2007 نور، وإكنو 3 أبريل 2017. يعتبرك البعض أنك أنت فنانة أو مطربة الفقراء في خضم هذا الكل ما بين الثورات تقريبا في 10 سنوات الأخيرة، وأيضا بعد الجائحة متاع كورونا ومعاناة الشعوب. أين معلومة في الموسيقى؟ هذا يعني التعريف أنا لا ليس دقيق عندي. هم اختفى عليهم أن الرئيس الماضي كان يقول الراس مطرب، كان يقول نفسه رئيس الفقراء. وبقات بعض من الناس يتخلط عليها، وينه أي حد موريتاني براز نجم ولا شيء، لازم يكون مرتبط اسمه بنو كذاش الفقراء. أنا أصلا من هذا الشعب، فقير أنا منه، غني أنا منه، يعني وسط حال أنا منه، يعني أنا من جميع أنواع الشعب الموريتاني، ولكن أدافع عن الفقراء وعن الناس المحرومين وعن الناس المظلومة وعن الناس التي لا تتمتع بحقوقها. واضح جدا. أنا تابعتك أكثر من مرة في حوار، وآخرهم كان مع فرانس 24، يعني تقريبا نفس المواقف. سيدة معلومة ديما ثابتة عليها. الجوم أنت من أسرة تحافظ على الموسيقى عبر الأجيال، وأنت من الفنانات اللي تعزف على آلة الأردين الوترية، هكا اسمها؟ صح، أردين صح. كنت نجم توصف لي الآلة الموسيقية هذه؟ لأنها يظهر لي وحسب ما نعرف أنها موجودة تقريبا كان في موريتانيا ويعزف عليها كننسة. نعم، هذه الآلة يعني لم تعد، منها لم أراها في أي مكان من العالم إلا في موريتانيا. وهذه الآلة عبارة عن قدح يعني عليه جلد وصالح للإيقاع، وفي نفس الوقت هو تريمولي، ممكن نعزف بيد وأعمل إيقاع بيد أخرى وغني، فهنا يخلق تناغم فيما بين العزف والإيقاع والصوت في نفس الوقت. فهي آلة يعني مصممة بهذه الطريقة على جلسة المرأة، وعلى يعني تكون تعزفها بارتياح، وتكون ممكن ملي تعمل عليها الإيقاع بالسياح، وتكون يعني بهذه الطريقة. وهي آلة جميلة جميلة جدا، وتحمل أساسا 3 أكتاف، فهمت؟ وأحيانا 2 أكتاف. يعني اليوم المرأة في موريتانيا، المرأة الموريتانية تعزف على آلة الأردين الوترية، والمرأة الموريتانية أيضا يعني تتغزل بالرجل عن طريق الشعر. صحيح. أنا إذا كنت أعلم هذا نبعث لك أغنية عندي من التبرع، يعني من التبرع. ممكن تلقاها، ممكن تلقاها في اليوتيوب. يعني هي من التبرع، النساء على الرجال، كلام جميل جدا تبرعها. لو تعطيني مقطع، لو تعطيني مقطع هكا شعري مثلا تتغزل به مثلا بالرجل. سقم اللي يمكنني، سقم اللي يمكنني عايني وخبط وقتلني، فاهم؟ سقم اللي يمكنني، السقم يعني أنا مسقوم من فلان، يعني سقم مرض، مرض الحب يعني. سقم اللي يمكنني الذي يعني أنا يعني ممكون منه، يعني لدي يمكنني يعني بالحب اللي أنا مصدوف منه. سقم اللي يمكنني عايني، يعني عايني
مثل ما الواحد عنده يعني لا راح يخبط ببندقية عايني وخبط وقتلني فاهم تقريبا هذا 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 نمط ما نعرف انت فهمته زين انا والله فهمته فهمته اي ترجمت لي انت بالكلمه بالكلمه يعني طبيبي فهمته اي نقول لك واحده كلمه اخرى انا طبيبي انا طبيبي عاد اللاسب العطيبي يعني بدل ما يداويني هو عطبني الجزء الاول فهمته الجزء الثاني انا طبيبي عاد اللاسب العطيبي ممتاز ممتاز جدا يعني يعني اليوم هذا بات الناس أي. اسمع هذه واحدة أخرى تبات الناس رقود وأنا نتخمم بالمشحود الله 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 يعني اليوم المرأة الموريتانية وقت تتغزل بالرجل بالشعر هل أنه تقوله مباشرة يعني أمامه أو أنه تتغزل بينها وبين نفسها لا هي تعود مع صحباتها فقط هي وصديقاتها وتبوح تبوح لهم بهذا الغزل ولا صديقاتي سربوه واحيانا واحد يعود المراه ما عمره جاها وشافها ممتاز ولما يتسرب له عنها تبريعه قايلت فيه هو احيانا اغلب الاحيان انه يمشي يخطبها ويتزوجها يعني على طريقه قيس وليلى طبعا وكان يعني دي كان حب حب عذري صح كان عندنا الحب العذري ولكن ولهذا المجتمع اعطى للمراه الحريه بان تكون تعبر بتبرع يعني هذا هو اللي عندها من الحرية هذا فتبرع يعني ممكن تقوله لأنه ربما يكون قاعد سبب منها يكون هذا السيد يحس أنه عاد عليه عارضة تبرعت فيه ولازم جيد جميل جدا مثلا هذا حس بأنها فعلا تبقي الدكلاراسيون داموه جميل جدا للكلام اللي قلته يعني حاجة تقليدية بأتم معنى الكلمة على ذكر التقاليد يعتبرك الكثير من الناس والمتابعين في الشأن الفني والموسيقي إن أنت من المحافظين على الموروث الحساني التقليدي وأيضا الأمازيغي يعني المواريث هذه ما بين الحساني والتقليدي وأيضا ما بين الأمازيغي وما بين أيضا الموسيقى الإلكترونية والبلوز والريفية أيضا يعني جمع ما بين أكثر من نمط موسيقي كيفاش تعمل سيدة معلومة وصفتها السحرية في الموسيقى هذه الله يخليك شوف أنا يعني تربيت في بيت مليء بالأصناف والألوان الجميلة من أنواع تعدد وجوه هذا المجتمع وتقاليد ونحن يعني فينا هالبولار سونوكي وولس وأمازيغي فنادق حبيت وعربي يعني هذا كله كوكتيل يعني مليء بالأجمال وبالألوان وبالزهور كل زهرة من كل لون تختلف عن الأخرى ولهانتها وجمالها ولونها يعني فهذا يعني يجعل الواحد لما يكون أصلا كان عنده تربية موسيقية بعالم الموسيقى ويسمع الموسيقى العالم ويسمع يعني يسمع أنواع الفنانين العظماء اللي في العالم اللي مروا ومتابع سيرتهم وبالإضافة إلى أنه هو يعني يتلد بجو فقط موسيقي 100% فهذا لازم يريد للإنسان خيال وهذا الخيال ممكن الواحد يسيح فيه وليست له نهاية إطلاقا فهو يعني خيال مفتوح ما دام الإنسان في الحياة لكن وأنين الناية يبقى بعد أن يصل الوجود يعني بهذه حقيقة فالخيال الموسيقي لا ينتهي إطلاقا إلا بعد رحيل الفنان لأنه يعني فهو لا تدركه ما ممكن احنا ندركه بالمشاعر فقط غريب وعجيب يعني أنا أحيانا ألقى نفسي في خيال يعني الأمازيغي وخيال يعني هالبولار وفي خيال يعني عن الموسيقى يعني حالات تطوفني يعني من وقت من حين إلى حين ومن وقت إلى جيد جدا اليوم هذا الخيال الموسيقي الذي كما قلت أنت ما عندوش حدود يعني
وخيال الفنان يقعد إلى مماته إن شاء الله بعد عمر طويل كما نقوله نحن بالدرجة التونسية. الخيال الموسيقي هذا النجم يعاود يحيى مرة أخرى في 2021 بألبوم آخر، بألبوم جديد، بنكهة أخرى، بخليط موسيقي آخر، كما عودتنا في ألبوماتك كما عدن وصحراء عدن ودنيا ونور وإكنو. شنو نجم يكون اسم الألبوم متاعك القادم؟ شوف أنا الآن الألبوم القادم حصل عندي الآن منه يكونوا 5 أو 6 قطع موسيقية، أغاني 6 أغاني 6 أغاني، وهذه الأغاني فيها بعض يعني غريب تصورته من تقريبا وأنا ما زلت عمري صغير، تصورته من الرعاة الأمازيغية. ممتاز. ثم موعد، ثم موعد رسمي؟ ثم موعد رسمي للألبوم القادم؟ لا لا، ما مش موعد، لأنه أنا يعني كنت في الحقبة السابقة هذا الحكم الماضي كانت علي حظر حجر لباسبوري، وكنت عندي مثلا حتى الهيء متاعي مقفولة، ويعني أنا علي حظر مكين وناس خايفة مني وكذا مشاكل، يعني لم أكون يعني الآن بدأت حتى الآن خط جواز سفري وبدأت أشتغل، وهنا هذا العمل أيضا لازم يكون يكتمل حتى أنا أقدمه للميزون دي برودكسيون والله هي إنتاجية مش عارفة، والله أنا أصر من أجل يكتمل العمل. يعني مازال شوية ولكن أظن بإذن الله تعالى إنه إن شاء الله سيرى النور بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله نحن نستناه جديدك سيدة معلومة من تلاميذة. أنا خليلي كلمة الختام للجمهور التونسي، خاصة الجيل متاع التسعينات اللي يعرفك مليح، ممكن الجيل متاع الألفينات مازال ما يعرفكش مليح، كانت لخص لي في 30 ثانية شنو تنجم تقوله الجيل هذايا؟ أنا أظن إن الجيل 2000 أنا يعني أنا دركت مثلا دركني لأني كنت أغاني في اليوتيوب وفي الموسيقى في العالم، أنا كنت أكثر تجوالي وأعمالي كانت في العالم يعني في أوروبا ولا في أمريكا ولا كندا ولا ذاك العالم، ولم تكن لي إنتاج في العالم العربي إطلاقا، لأن المنتج العرب يعني كان يعني ما راد الله أن يتعامل معه، فهمت؟ وهنا يعني كان جميع إنتاجي موجود في الشرائك الفرنسية ولا الغربية ولا هذا، ولذا حتى الإنتاج اللي عملته كله من فرنسا وألبومات كلهم سجلوا في فرنسا، خطي واحد سجل في نيويورك يعني. وهنا هنا 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 أنا أقول للشعب التونسي والجيل التونسي أني كنت ياريتني أكون استمريت معهم بالاتصال، ولكن أراد الله أيضا أن لا يكون ذلك، وأن إن شاء الله تعالى في المستقبل أتمنى أن نتواصل معهم، لأن أنا أحب تونس كثير. أستناوك ترجع بحذين يعني سيدة معلومة. أنا أرى أن تونس أنها زهرة المغرب العربي، وأرى أنها يعني مرت علينا تونس الخضراء، وأنها يعني حاجة كبيرة، حاجة كبيرة في حياتي وحاجة كبيرة في تاريخنا وحاجة كبيرة في عند القلوب الموريتاني، لأننا مثل ما قلت لك البيض تونس هي أول دولة تعترف بموريتانيا ونحن ممنونين لها، وأنا أيضا أول ركح وقني عليه مسرح كان فخرا لي أنه مسرح قرطاج من تونس، وأقول لهم من مسرح قرطاج أحبكم كلكم وأتمنى لكم كل خير، وأرجو لتونس أن تظل دائما حضرة وبهية، ونظل نتغنى بها كما تغنى بها الشاعر الكبير جزار قباني الذي قال فيها يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، فنحن أيضا نعشق تونس. مرحبا. شكرا لك على الكلام الجميل والحلو هذايا سيدة معلومة من تلاميذة، شكرا لك على قبول الدعوة، مشكورة جدا. بإذن الله نستناول جديد متاعك بالتونسي، نقوله صباح الخير راهو. أهلا وسهلا. مرحبا. تصبح على خير. شكرا لك سيدة معلومة من تلاميذة.